على بنؤمن في ابو منك. عقبال يا رب كده فرح منه تفرح بيها. مبروك يا ليه. انا بص ده بص حجل هيتحل تحت رجليه. ابو منك على دماغ ابو منك اللي انت بتعمله ده انا مش انا شايف وبصاص يعني. نفرح ان شاء الله كده يا رب كده بفرح منك وساعتها هتتفرج على الدبايح. يا رجالة منورين. مرحبا. بس الله يخليك الله يخليك. مرحبا. يا حاجة هريسة. ايه؟ إن ما شفنا نقطة نازلة ولا أي حاجة. الفرح الناشف ده. إني أحقد عليك لكنني أهنئك وأتمنى لك عيشا رغدا سعيدا مع عروسك. وأن تموت قبل أن تهنأ بها. أنني أريد أن أقتلك. نعم أريد أن أقتلك. لكن عيني هن تمنعني. عيناها تمنعني. لم نفسك يا. يا عم زيتون. أنا مش بص مش هطول معاك. عشان أنت شكلك سكران. إنما أنا ممكن أقوم أعلم عليكم بمنتهى البساطة. وكده يبقى مات الكلام. إنما أنا بكرة الصبح. هتفهم معاك اما تفوق ودلوقتي هتقولوا حتى الجبنه قديمه عشان خاطر يفوق او يرجع على جنب الحيطه. والان مع نزال السيوف احتفالا بعرس الليمبي. ما كنت خلص الناس دي ده شبطانين في بعض خالص. هو عادي كده الموت ده ولا ايه ولا السيوف دي؟ اتعرف في كبدك مزق مزق. قتلة يا نهار اسود يا نهار اسود. وانتوا عادي كده عندكوا كده بتموتوا بعض كده في الافراح بتاعتكوا؟ هذه هي زيجاتنا وافراحنا يا لمبي. ويجب ان يكون هناك قتلة. قتلة؟ نعم قتلة. هذه هي تقاليد العرس. صديقتي زليخة بنت المشعر. مين؟ زليخة بنت المشعر. زليخة بنت المشعر؟ نعم. اقطعي علاقتك بيها بالاسم ده. اقطعي علاقتك بيها. ماذا زليخة؟ قتل في زيجاتها 50 عبدا وعشرون امرأة ونعجتان. نعجتان وخمسون عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جايه بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكايه دي ننقط. انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحيه اللي انتوا بتعملوها مع بعض والواجبات دي يضيف فرحين. هم فرحين ومش هتلاقي حد في القبيله خالص. قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس. تبقى قبيله الجمال. بخن بخن. مباركا يا لمبي. مبارك 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 يا لمبي. خلاص يا جدعان. ابو ايه انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين يا عم ابو ذهب. يا قوم يا قوم بكل افتخار سيدخل ابن الليمبي على ابنتهن الان. الان فين يا عم؟ انا هعمل الحكايه دي قدامهم ازاي؟ هو ايه ده الجمل بيلاقوا له دروه عشان يخش فيها؟ انت عايز تعمل الحكايه دي هنا؟ هيا يا الليمبي الى خيمتنا. هيا الى خيمتنا. الله يا عم الحاج انا هنفتح مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير.
انت عارف ان انا مش مصدق انه اخيرا جت اللحظه اللي حبه فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض وبقى عريس اللي بقى عريس. اجل وانا ايضا لا اصدق انني عروس. اللي ناسا انت عروس؟ بتتسأل ان انت تبقى عروسه ان من صعب عليا ان انا ابقى عريس. انت بتقول انه ده في حياتي طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس اوجب وامشي كنت اخش كده ابص على العريس والعروشه والمعدن في قلب الكوسه واحد عليهم كنت اقول انت انا هتزوجك انا كمان واقعد في قلب الكوسه زيهم بس يعني يعني جيت اللحظه وبقينا مع بعضنا البعض ف يعني ايه بقى انت ايه بقى كلميني انت بقى عن كده جوه نفسية يعني خير في سلامة وسلامة في خير سلامة ليه؟ أنا بقول لك أنت جوه يعني خرج اللي جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعبعي يعني أنت بعبعي ماذا تريدين أن تبعبعي؟ أجل إحساسي الآن وأمس أجل هو إحساسي الآن وأمس آه يا لمبي أيوه هو ده الشوق لقد كنت فتاة بلا قلب بلا مشاعر بلا حنين وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين آه يا لمبي يا ملا قلبت أمسية دينية كده ليه يا ست ده أنا لو عن تحن عربي مش عايز معك كلام اللغة العربية ده كله أنا أريد أن أنا أتزوجك ألعب معك عريس وعروسة آه فهمتك هي. ولكن هناك شروط أنا فهمت دي كله بيحب أول دلة النور والمشعل دي النور مطفي النور أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم أتقصد المشعل؟ المشعل أقصد المشعل وبعد المشعل في الطوابق وبعد كده صفت اللبن خلاص اللي جابه أمي بقى خير في سلامة وسلامة في خير الله ينعل أبو سلامة أبو خيرة يا ست إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض لا 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 استغفر الله العظيم يا رب تمام رب أنت اللي ملاحظ الليلة أنت بتعيط ليه دلوقتي أبكي لأن لو كانت أمي معي في هذا اليوم أمي كمان معنا في الليلة اللي زي دي لماذا؟ كانت ستبيت معنا تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصة إلا البيض تبيض يعني إيه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة أيوة وتشاهد ما نفعله وكيف نصنع طفلنا أيوة وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء تحكي للقبيلة كل شيء نعم أنا أساس إن هي بتنقل نهائي كأس العالم وأمها عيطة عيطة وأمها أيوة عيطة كده ويسمعوا إن في راجل جوه أي حاجة نداري بيها عارنا اللي إحنا فيه يا بنت اهدي يا بنت اهدي اهدي أنا هقول لك على حاجة بس يا بنت يجب إن أنت تهب عليا وانا اهب عليك لما احنا الاثنين نهب على بعض فهتلاقي هباب حصل فتبقى انتم مهباب وانا ابو هباب خايف في سلامه انا عدتني يا ام سلامه كده ادي امشي بقى واعي يا بنت انت تدلل عرف انا هاخد الراجل ده واقعد معاه ماشي هو ده اللي هقضي الليله معاه يا حبيبي ايه ده؟ قطعتا! قطعتا انت ليه بتنامي فجأة دايما ليه؟ نامي ده تعبانة تعبانة من ايه قطعتا؟ ما اعرف انا في الشمس عجبك كده اهو الصوت بكير جاي وانت ما قلتيش اي حاجة هم؟ انا ما عشان خاطر السجن بقى عشان تمام خاطر متحيز العرب متحيز مصر تقريبا
إذا كنت زعلانة أمشي وراك يا عمارة. بقى السجن كله عنده خبر ان سلامات هتشرف هنا وانتوا نايمين على ودانكم. اخص عليكم نسوان لمامه، انا الحق عليا اللي بعتمد على اشكال بيها زيكم. مين سلامات دي؟ سلامات دي يا اختي اللي انت بوظتي عليها الهروبة بتاعتها. يلا اسمي طب وتحسبوها تضربني؟ ينفع تضرب واحدة بسن امك؟ وانا مالي يا اختي، مش انت اللي شكلتيها في الاول؟ اشربي بقى. وانت يا مزبوطة. وانا مالي يا اختي، دي ولية قوية ومفترية، ماليش دعوة بحد. قالت عليك ان انت ولي الاخر. يا نهار مش اسود. وعليك كمان قالت ايه كمان؟ قالت عليك لو انت واقفه ورحنا شادين البنطلون هنلاقيك راجل. يخرب بيت ابوها. ايوه انا بقول اللي قدامي واللي قدامي ربنا. عارفه يا قطاطة لولاكي كان زماني على عماية. لا ودي كمان قالت ايه؟ قالت ام ياسر ايه دي كمان؟ ام ياسر ايه دي كمان يا محلي؟ أم ياسر دي تروحي كده تلعب في أي حاجة تانية، يا راجل مرتاح هتحمي قطاطة؟ لو جت كده هضربها هي وقطاطة. ماشي، لولاكي كنت فضلت على عماية لحد ما المدعوة سلامات تشرف هنا في السجن ويبقى وشي في وشها من غير ما خطط لها ولا تكتك لها. أنا قدمتك أم ياسر، ولو عايزاني أقعد في أي وقت. بقولك يا قطاطة، انتي من النهارده في حمايتي، وبالنسبه للطار اللي مبيتهولك المدعوقه سلامات، لا مؤاخذه تبقى تبل وتشرب ميته. يا احمد يا نهار اسود، شفت الوليه حرشانه عملت ايه؟ بلفت ام ياسر وحطتها تحت باطها وقال ايه هتخليها الفتوه بتاعتها. انوسه دي والعبان شكلنا كده احنا الثلاثه مع بعض هنبقى منصبيانها. ده مش بعيد يا اختي تخلينا نمسح بلاط العنبر ونعمل لها حواجبها في السكه. جرايه مره منك ليها في ايه؟ ما بقاش اسم على مسمى، اما كعبلتها في مشوار وخليتها تروح ما ترجعش. ايه عدلي بقى كده؟ اهو بس تعدلي. حاضر خلاص كده مظبوط ولا ايوه؟ ده كده مظبوط. ماشي يا قطاطة. ما عارفه حبيبه قلبي من جوه. عارفه يا تيتا قطاطة؟ يوم تيتا قطاطة. هو صحيح جده ضفرلي شعري كذا مرة، بس انتي بتضفرهولي زي ماما الله يرحمها بالظبط. زي ماما الله.